مداخلة سريعة مهمة جدا يا محمود من المغرب مع الأستاذ عبد الإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي. يا أستاذ عبد الإله أهلا بيك، منورنا ومشرفنا وكل سنة وأنت طيب. تحية ليك أستاذ ورمضان كريم لمشاهدي قناة الأهلي وجماهير النادي الأهلي. الله أكرم. الله أكرم، أهلا بيك. في البداية طبعا عايزين نتكلم على استعدادات الرجاء المغربي لمواجهتي النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكيف يستعد الفريق لهذه المباريات الهامة في البطولة. الاستعدادات الحالية هي استعدادات عادية، لأن عندنا مباريات الكأس يوم الأربعاء إن شاء الله، تأهلنا لثمن نهائي كأس العرش، ويوم الأحد عندنا مقابلة ديال الكأس إن شاء الله، بعدها ستكون هناك استعدادات خاصة لمقابلة الأهلي إن شاء الله. أكيد. طيب، إلى أي مدى قدر رشيد الطوسي يقدر يعمل تغيير في شكل وأداء فريق الرجاء بعد الفترة اللي كان متولي فيها المدير الفني البلجيكي فريق الرجاء في الفترة الأخيرة؟ بنشوف يمكن في انتصارات في الفترة الأخيرة، بنشوف الرجاء بيتصدر مجموعته في دوري أبطال إفريقيا، فإلى أي مدى جماهير الرجاوية أو الرجاء العالمي كما يطلق عليه في المغرب قدر رشيد الطوسي يعمل حالة استقرار أو هدوء نسبي داخل بعثة أو داخل يعني جدران نادي الرجاء؟ ورشيد الطوسي هو ابن الدار، لانه سبق له تدريب نادي الرجاء الرياضي. ورشيد الطوسي يعرف جيدا عقليه الجماهير واللاعبين ديال نادي الرجاء الرياضي. بطبيعه الحال الهويه ديال نادي الرجاء الرياضي مع رشيد الطوسي، فالحمد لله بدينا شويه كما كنقولوا ان ولات المتعه ولات الفرجه. كان هناك سباق في الدوري على بعد ثلاث نقاط على المتصدر نادي الوداد في رتبه الابطال، فاحنا كنا متصدرين مع رشيد الطوسي المجموعات، فكنظن بان رشيد الطوسي اللبنات ديالو والتكتيك ديالو بدا كيتماشى مع العقليه ديال اللاعبين ديال نادي الرجاء الرياضي. اكيد. تمام. طيب عايز برضو اسال حضرتك عن موعد وصول بعثه الرجاء المغربي للقاهره عشان يبتدي استعداداته الاخيره لمباراه الاهلي الاولى هنا في مصر. ان شاء الله الوصول لمصر ان شاء الله يكون يوم الاربعاء الساعه 8 صباحا باذن الله، عن طريق رحلة خاصة من مدينة الدار البيضاء إلى القاهرة. هل في أي غيابات في صفوف الفريق؟ هل في أي مثلا عناصر مشكوك في مشاركتها في مباراة الذهاب تحديدا؟ الغيابات اللي كاينة، كاين غيابين، كاين غياب بسبب إصابة اللاعب زكريا الوردي اللي تنتمناو ليه الشفاء بعد إجراء العملية الجراحية. ألف سلامة. كاين غياب انضباطي بسبب التوقيف ديال اللاعب محمد ماهيري اللي غيكون غائب على مقابلة الذهاب في القاهرة، وكنتمنى ان شاء الله العوده ديالو في مقابله الاياب. باقي المجموعه فهي متكامله بما فيها عوده الحارس المتعلق الميتي. اكيد. طيب، سؤال بقى متعلق بالحضور الجماهيري، وعايز اعرف راي حضرتك في الجزئيه دي بس من جانبين. الجانب الاول، بعثه الرجاء لما تيجي للقاهره ان شاء الله، لما تصل للقاهره، هل هيكون على متن الطائره الخاصه في عدد من الجماهير هتيجي مع بعثه الرجاء ولا لا؟ والجزئيه الثانيه متعلقه بالحضور الجماهيري في مركب محمد الخامس في كازابلانكا. شفنا دايما ان كانت في بعض البيانات من بعض الجماهير الرجاويه بتتكلم على ان الملعب او في بعض مدرجات الملعب محتاجه بعض الصيانه، فممكن ده يؤثر على الحضور الجماهيري في مباراه الاهلي. هل هيكون في حضور جماهيري كامل العدد في مباراه الاهلي في كازابلانكا يوم الجمعه 22 ابريل، ولا المدرجات في اماكن فيها بتحتاج صيانه فبالتالي العدد هيقل في لقاء الاهلي؟ بالنسبه لبعثتنا دي رجع رياضي، الطائره الخاصه هيكون فيها البعثه فقط، البعثة من إداريين ولاعبين والطاقم التقني. تمام. فيما يخص الجماهير فكنظن كاين جماهير متواجدة في الديار المصرية. كان المشكل ديال الفيزا، لأن كنظن بأن خاص 15 يوما، فكنظن كان المشكل اللي كاين والعائق، لأن المباريات والقرعة كانت متقاربة ما بين القرعة وما بين إجراء المقابلة، فكنظن بأن الإجراءات ديال التأشيرة غتكون عائق للحضور، ولكن سيكون هناك إن شاء الله بعض الجماهير متواجدة في الديار المصرية. فيما يخص لقاء العوده بالدار البيضاء فغير تصحيح وتصويب، الامر لا يتعلق بصيانه المدرجات، ولكن كان هناك بلاغ ديال الالترات فيما يخص طريقه الولوج، لان بعد جائحه كورونا وبعد كوفيد فكان واحد الشياق ديال الجماهير للرجوع للمدرجات. كان واحد الجماهير اللي كانت واحد النسبه اللي هي كثيره وكبيره، فكان سوء التنظيم وليس الصيانه، سوء التنظيم، وكان احتجاج لان المشجع الرجاوي كنظن بان علاقه الجماهير بالفريق فهي علاقه وطيده وقويه وكبيره. كنظن بان في مقابله العوده ان شاء الله سيتم العدول على القرار والتشجيع، لان كنظن بان الشحن المعنوي والدافع القوي
واللاعب رقم واحد في النادي الرجاء الرياضي، هذا بدون رياء، وهو جماهير النادي الرجاء الرياضي. فكنظن بان كاين هناك مجهودات لا من الاطراف لا من الجماهير على اساس ان يكون ملعب مواقف محمد الخامس ممتلئا اخر ان شاء الله في مقابله العوده. تمام. طيب سؤال اخير استاذ عبد الاله، وهو بيتعلق بجماهير الرجاء المغربي، وفي الحقيقه من جماهير كبيره ومميزه، وشفنا في المباريات الاخيره حضورهم اكيد كان مؤثر بالنسبه للفريق الرجاوي. فبالتالي عايز اسالك على انطباعات الجماهير الخاصه بنادي الرجاء بعد ما القرعه اسفرت انها هتقابل النادي الاهلي في المرحله الحاليه من دور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا، وهل كان في تفضيل ان المواجهه تكون في المباراه النهائيه مثلا زي بعض التصريحات اللي احنا سمعناها ولا لا؟ الشق الثاني من السؤال وهو بيتعلق بان هيبقى يعني ثلاث مواجهات في فتره تعتبر مش كبيره ما بين الاهلي والرجاء. الاهلي تفوق في المواجهه الاولى اللي كانت في السوبر الافريقي بقطر، فبالتالي المواجهتين دول بتشوفهم ازاي؟ وهل المواجهه الاولى هيكون ليها اثر على المواجهتين دول ولا لا؟ بالنسبه لي رسمه الابطال ودور ربع النهائي ما فيش مستويات، ما فيش فريق ضعيف وفريق متوسط وفريق كبير، فكنظن جميع الفرق المتاهله هي فرق قويه، وهي من يعتقد بان تفضيل الفريق الاخر. بطبيعه الحال نادي الاهلي المصري مرجعياته التاريخية نحترمه ونقدره، لكننا لا نهابه. بطبيعة الحال لدينا مرجعيتنا ولدينا تاريخنا، فنادي الرجاء الرياضي كتعتبر فريق وطنيا أكثر تتويج من الناحية القارية. وفيما يخص مقابلة السوبر وتأثيره على مقابلة ربع النهائي، فكنظن أغلب الترشيحات كانت كتصب الفوز نادي الأهلي وبحصة عريضة، ولولا تشتيت تركيز لبعض المدافعين في الدقائق الأخيرة مقابل السوبر لكن نادي الرجاء الرياضي هو البطل. فكنظن بان الفيصل والحكم هو الميدان، المقابله ما كتلعبش على الورق ولا عن طريق التاريخ والمعطيات، المقابله كتعتمد على تركيز ذهني وتركيز بدني، وكنظن ان كل المقومات ان شاء الله باش نمروا للمقابله نصف النهائي، لان نادي الرجاء الرياضي وبالمواجهه التاريخيه ديالو، فاخر نسخه اللي فاتت نادي الرجاء الرياضي فكنا لعبنا في دور المجموعات مع نادي الاهلي المصري، ومباشرة في مقابلة النهائية لعبنا في نصف النهائي مع نادي الاهلي المصري، كانت النتيجة ديال 1-0 مدينة الدار البيضاء، 1-1 بالقاهرة، وتأهلنا المقابلة النهائية اللي كنا في هذا اللقب على حساب نادي الترجي. فكنظن بأن هذا تاريخ، هذه معطيات، ولكن فيصل الحكم هو الميدان. الفريق الاهلي عنده مقومات، عنده نقاط قوة ونقاط ضعف، نادي الرجاء الرياضي عنده نقاط قوة ونقاط ضعف. كنظن بأن المقابلة هي كتاب مفتوح بين الفريقين، وبأن التكهن فيها صعيب، وهي من يعتقد بان كفه فريق على حساب الاخر. تمام. التكهنات هتبقى صعبه جدا. طيب استاذ عبد الاله ابراهيم المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق بالتاكيد، ونشوف مباراه يعني تليق باسم الفريقين الاهلي والرجاء، اكبر فريقين في